وجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء كل من وزاره الداخليه ووزاره النفط وشركه بابكو ووزاره الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني بتعزيز الخطه الامنيه لانابيب النفط، كما وجه بالوقوف فورا على احتياجات الاهالي المتضررين من الحادث الارهابي الذي استهدف احدى احد انابيب النفط بالقرب من قريه بوري. وأعرب سموه عن الشكر والتقدير للتعاون الفوري من قبل الاخوه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه للتعامل مع الحادث واستئناف امدادات النفط بين السعوديه والبحرين خلال فتره زمنيه قياسيه وذلك بفضل جهود العاملين في شركتي بابكو وارامكو السعوديه جاء ذلك لدى ترأسي سموه الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي حيث قدم كل من معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عرضين عن التعامل مع الحادث وخطتي الأمن والصيانة وأكد سموه أن الانفجار الإرهابي في أحد أنابيب النفط استهدف مصالح الوطن العليا وسلامة المواطنين مما يستدعي التعامل الحازم والصارم. مشددا سموه على أن سلامة المواطنين أولوية وطنية لا تمس، وأن أي على ذلك لا يمكن التجاوز عنه من أي طرف كان. وأعرب سموه عن إشادته وتقديره. بجهود منتسبي الاجهزه الامنيه كافه وشركه بابكو في الاستجابه السريعه والسيطره على الحادث في وقت قياسي والتعامل معه بمسؤوليه عاليه بتفعيل خطط الطوارئ والاخلاء لاحتواء اثار هذا العمل الارهابي وتامين سلامه المواطنين والمقيمين كما نوه سموه بروح التعاون والتعاضد مع الاهالي في موقع الحادث الارهابي معربا سموه عن ارتياحه لعدم وجود اي خسائر بشريه بفضل من الله جراء الاستهداف الآثم